الفيروس الصغير اللي بيدخل أجسامنا من غير تحذير وبيهدد حياتنا اكمنه خطير ودايما دايما شاغل التفكير. طيب ازاي نقضي على الفيروس ونعيش مرتاحين؟ تعالوا بقى نتعلم المفاهيم ونقول صباح الورد والياسمين على كل الصغنانين اللي بنتعلم منهم وكمان نعلمهم. ويا سلام لو كانت الرسالة من فنان وقف قدام الكاميرا وعلم أجيال زي ضيف النهاردة الفنان الصغير تيم الله هاني. رحبوا معايا بحبيبي تيم. صباح الورد والفل عليك يا تيم. صباح النور عليك يا أم حنان. يسعد صباحك. والنهاردة هنتكلم عن الوقاية بأنواعها. وقاية جسدية، وقاية فكرية، وقاية سمعية، وقاية بصرية. بس قبل ما نتكلم في أنواع الوقاية عايزاك تعرف نفسك أكتر لكل الكتاكيت اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي. أنا اسمي تيم الله هاني. مثلت في كذا حاجة، في رغدة متوحشة، وضد مجهول، وعلنت استفهام، والزئبق، وسوبر ميرو، حاجات كتير. وعندي 11 سنة. بسم الله ما شاء الله. وبصوا ختمها ب 11 سنة، ده معناه انه بيقول ان انا كبرت خلاص وقاعد جنب ماما حنان. انا عايزة اقول لك انت يعني اشتركت في اعمال جميلة وكتيرة، وده معناه انك اكتسبت خبرة، صح كده؟ صح. طب النهاردة انت هتكلمني عن الوقاية الجسدية رقم واحد، ازاي بتحافظ على نفسك وانت على طول بتنزل وبتتحرك سواء في مدرسة او في لوكيشن تصوير وحواليك كتير كتير. لازم طبعا ما نستخدمش اي حاجة بتاعت حد تاني، يعني مثلا انا نازل حضرتك بصيلي هنا عشان انا اصلا عايزة اشوفك اصلا. انا نازل اصور فكوفير مثلا جاي يعمل لي شعري، ما استخدمش فرشة بتاعت حد تاني، لا استخدم فرشتي انا. ده انت كده بتتكلم على الادوات الشخصية اللي أيوه. بتاخدها معاك وانت رايح اللوكيشن. جميل. اصلا انت عندك ادوات شخصية في البيت؟ ايوه يعني عندي فرشة سناني و سبحان الله فرشة السنان محدش بيستخدمها غير واحد بس. ايوه اكيد. طبيعي اي حد كده. وعندي فرشة شعري. ايوه. وفوطي. جميل. يبقى احنا رقم واحد علشان نحافظ على نفسنا وبجد يكون في وقاية اتعلموا من تيم، لازم يكون ادواتنا الشخصية بتاعتنا احنا، استخدامنا احنا بس. ولو في واحد فيكم فنان زي حبيبي كده بياخد ادواته وهو رايح فين؟ التصوير. التصوير بتاعه. طيب وايه كمان بقى؟ في بقى يعني مثلا احنا جايين نطلب الاكل ما ناكلش فاست فود، الفرايز بقى والحاجات الحلوه دي لا. استنى استنى، الولد بيقول ما ناكلش فاست فود، انت بتحبه قوي؟ الله، اخترت الولد المناسب في المكان المناسب في الفقره المناسبه. طب انت النهارده هتقول لنفسك ايه؟ انت هتاكل فاست فود ولا لا انا مش هاكل فاست فود عشان ده بيضر صحتي وجسمي؟ يعني ما اكيد مش هاكل فاست فود كتير، مثلا ممكن مره كل اسبوعين كده. طب ما ماما تعمل اصلا في المره بتاعت كل اسبوعين تعمل الاكل ده في البيت؟ هي تعمل بس مش بيبقى احلى من بتاع بره. استنى استنى، انت بتقول ايه؟ ماما مش بتعمل الاكل حلو زي بتاع بره؟ يا سمعتك بقى يلا. فين يا ماما؟ لا ان شاء الله ماما هتعمل كل حاجه جميله لحبيبي تيم، وكل الامهات يعملوا اكلات جميله لاولادهم جوه البيت علشان ما يبقاش عندهم حجه. يبقى رقم واحد النظافه الشخصيه يا اولاد علشان احمي نفسي ويكون في وقايه، النظافه الشخصيه. اتنين المسافه والكمامه والتوعيه. صح؟ صح. هو يعني ايه اصلا وقايه؟ انت فاهمها ازاي؟ الوقايه ديت ان انت تحمي نفسك من المرض. يعني اصلا ما يجيلكش عشان تاخد الدواء وكده. صح. يعني الوقايه ثلاث انواع، وقايه اوليه وثانويه وثلاثيه. اوليه وثانويه وثلاثيه، شكلها حلوه الفقره دي، ركزوا. الوقايه الاوليه ديت ان اصلا المرض ما يجيلكش. ان انت تروح بيتك تغسل ايديك، راجع من التمرين تخش تستحمى على طول. اما بقى لو انت ما عملتش الوقايه الاوليه لازم تلحق نفسك في الوقايه الثانويه. اللي هي انت خلاص يعني ما رجعتش مثلا من التمرين استحميت، المرض جالك، بسم الله، تروح للدكتور بسرعه نتصرف بقى. ايوه تاخد الادويه،
ما تاكلش فاست فود علشان المرض ما يجيش. اوعى تاكل فاست فود زي ولد اسمه تيم. هو انا اكلت فاست فود وما خدتش الدواء كده الوقايه الاوليه والثانويه راحوا كده، فاضل ايه؟ الوقايه الثلاثيه. تمام. ان انت بقى ما تاكلش فاست فود خالص ولا مره في الاسبوعين دي. ولا مره في الاسبوع ولا مره في السنه حتى. ما تاكلهاش اصلا يا حبيبي يا حبيبي. والدواء تاخده كل يوم وما تبقاش بزرع. تدهور تدهور. يعني معنى كده ان احنا نحافظ على نفسنا بقى عشان ما نوصلش للمرحله الايه؟ الثلاثيه. حافظ على نفسنا في الاوليه والثانويه. طيب ده معنى كده ان انا لازم احكي الحكايه بتاعتي عشان حضرتك قلت المرحله الثلاثيه اللي فيها الولاد ما بيسمعوش الكلام اصلا من مامتهم. هحكي لك حكاية أسامة والكمامة ونقول كان يا مكان. كان فيه اتنين أصحاب أسامة وياسين، دايما متعاونين وبيحبوا بعض كتير، وكمان في مدرستهم متفوقين. في يوم من الأيام ياسين ما راحش المدرسة، وهنا قلق أسامة وقال لماما: يا ماما أنا هروح أطمن على صاحبي ياسين. وقالت ماما: لا استنى، ده ياسين تعبان وعنده دور برد، كلمه في التليفون أحسن. وقال أسامة: يا ماما ما تخافيش، ما أنا هلبس الكمامة. وخرج أسامة وملبس الكمامة وراح لياسين وسلم عليه وقعد جنبه، وبعد ساعة روح نام وبقى مش قادر يتكلم من الزكام. وهنا قالت ماما: بس لو نسمع الكلام بالوقاية مش هنحتاج ندور على العلاج. ودي حقيقة يا أولاد، الوقاية خير من العلاج. وتوتة توتة فرغة الحدوتة. يا رب تكون حلوة ولا تكونش أبدا ملتوتة. إيه رأيك يا تايم في الحدوتة؟ حلوة بس ده مش أسامة. أمال ده مين يا ولد؟ ده أنا. الله، ده تايم بيعمل كده؟ يعني أنت بسمعش كلام ماما؟ وما بتلبسش الكمامة؟ أيوه. طب تقول ايه لتيم اللي قاعد دلوقتي سبحان الله جنبي واسامه اللي جوه الحدوته؟ تقول له ايه؟ اسمع كلام ماما. بص بص بص، هو يقول لك البس الكمامه. اسمع كلام ماما علشان ما تتعرضش للايه؟ للمرض. للمرض وللمشاكل. لان على فكره سماع كلام ماما مش بس في لبس الكمامه، لا ده في كل حاجه، لان ماما يعني ممكن توجهك في حاجات كتير جدا يا تيم. صح. مسكر جميل جدا ومزقرد. طيب أنا عايزة دلوقتي أعزز جهاز المناعة. في خطوات؟ طبعاً في خطوات. أيوة. إيه هي؟ واحد، الأكل الصحي، مالكوش دعوة بالفاست فود خالص. أيوة بلاش فاست فود، امنع الفاست فود. طب خلاص، إحنا إن شاء الله النهاردة مش هناكل أكل من الشارع، تمام؟ وماما هتعمل لنا أكل في البيت. النوم الكفاية. بص الولد بصلي، بتنام كفاية ولا لأ؟ لأ. ما بتنامش نوم كفايه؟ طب والله بصوا، احنا تلقائيه، يعني احنا الفقره بتاعتنا ما فيش فيها بغبغان بيتكلم فيها، زقرت بيتعلم. يعني حضرتك ما بتنامش بدري ليه؟ علشان التصوير والشغل؟ ممكن برضو عشان الموبايل. شقيان الولد شقيان. ممكن برضو عشان الموبايل، عشان انا عايزه العب. بتلعب؟ لا. الرساله النهارده بقى يا استاذ تايم ليك ولكل ولد صغير، انا لما بنام بدري جهاز المناعه عندي بيقوى وبيطرد وبيهاجم كل الأمراض اللي ممكن لا قدر الله تدخل لك. يبقى بجد بجد بجد، عشان احنا بنهزر ونضحك ولكن لازم نتعلم من الكبير اللي مر بمراحل كتير. بموت في نفسي لما احس ان انا بقول كلام كتير. شعر شعر. احنا لازم نعمل ايه؟ ننام فترة كافية، خلاص يا ولاد، وكمان ناكل أكل صحي ونلعب رياضة. تلعب رياضة؟ كورة. الله، ايه رايك بقى في اللي بيحصل اليومين دول بقى والكره الجميله؟ تحب السباحه؟ وبلعب برضو شطرنج عشان الذكاء. طب بتحب اكتر لعبه ايه؟ لا كوره اكيد. يعني كوره عشان لعبه جماعيه يا روحي. وبرضو فرديه في نفس الوقت. طب انت بتحب اكتر حاجه ايه، الفردي ولا الجماعي؟ لا الجماعي. تحب الجماعي انت. طب انت اكتر فنان اتأثرت بيه ولمس قلبك وحبيته قوي؟ كريم عبد العزيز، كتير. عشان طيب وبحبه يا روح قلبي. انت عارف الفنان كريم عبد العزيز عمل ايه علشان انت تحبه؟ عمل وقاية لنفسه ولقلبه علشان هو يبقى متواضع وجميل قوي فتحبه انت.
ودلوقتي احنا معانا صور للجميل حبيبي تايم مع الفنان الجميل الرائع. وفي كمان مع الفنانة درة. ايوه يا روحي. وروبي، قولي بقى الفنانين اللي انت اشتغلت معاهم. كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز، رامز جلال، ايمي، سمير غانم، روبي. الله، شفت شخصيات جميلة قوي صح كده؟ ايوه اكيد طلعت بمعنى جميل قوي وانت في وسط كاستنج حلو وفريق حلو، صحاب ليك كبار صغيرين. ايه اللي ممكن تكون يعني استخلصته كده من الفنان غير كريم عبد العزيز؟ بلاش تكبر على حد. صح، هو اتعلم فعلم، سبحان الله. الفنان لما بيكون فنان ومن جوه زي بره بيعلم فعلا ويبقى جميل قوي. وده هيخليني اقول لك حديث لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان. مفهوم الحديث يا تيم نظافه القلب والنفس واهميه ذكر الله. الانسان دايما لما بيعمل وقايه لقلبه وقايه لروحه بيبقى جميل قوي، عشان بكره هتبقى فنان يا ولد. ايوه ده بكره هتبقى فنان وارفع عليك السماعه واقول لك فنان اصلا. صح، وبكره لما تكبر ويبقى لك ادوار اكتر. ايه ده الولد مش متواضع صحيح. انا ما انت بتقولي انا فنان اصلا. ايوه انا فنان عشان قعدت جنبك. يا روح قلبي، بص الجمال كلني في الكلام. بيثبتني الولد، ثبتني دلوقتي وانا قاعده على الكنبه جنبه. ربنا يحفظك يا رب. طيب خلينا نقول بقى، ننتقل بقى للوقايه الفكريه. حلوه صح؟ كبيره صح كده؟ معنى كده نعم. الوقايه الفكريه، خلي بالكم المعنى ممكن يكون كبير وصغير، او الصغيرين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي هيقولوا يعني ايه وقايه فكريه. في لعبه يا اولاد او ترند دلوقتي نازل صعب قوي وخطير جدا، هيقول لكم تايم عليه، اللي هم الولاد بيعملوا ايه؟ بيكونوا في كذا ولد واقفين جنب بعض صفين، ولد بينط كده فيهم، يحدفوه لفوق، يفضلوا يرفعوا فيه يرفعوا فيه ويسيبوه في مره هيقع، ممكن بقى عضلاته تتكسر. ودي حقيقه وده حصل حقيقي. وفي ولد عمود الفقري اتضر جدا جدا جدا. هنا احنا لازم نعمل وقايه فكريه لاولادنا، نفهمهم ان مش كل حاجه نقلدها، مش كل حاجه نجري وراها. في ترند هنا فيروس، لما الولاد يشوفوه كارثه. وفي كمان لعبه بيقعدوا الولاد يلفوا حوالين ديسك ويشوفوا هيقعوا فين، يفضلوا يدوخوا يعني. فطبعا ممكن الولد لا قدر الله يقع يتخبط في دماغه يحصل له مشكله، فده مش صح خالص. وخليني في عجاله بسرعه كده اقول الوقايه البصريه، اني ما اشوفش حاجه يا اولاد تكون وحشه، دايما تبقى كل حاجه حواليا جميله. وكمان الوقايه السمعيه، اني ما اسمعش حاجه اغنيه وحشه نفضل بقى معلقين عليها. بص الولد جاب الحاجه، يعني انا ما قلتش اغنيه بس هو قالها صح؟ يبقى احنا النهارده هنخرج من فقرتنا واحنا فعلا في حاله من الوقايه. علشان كده حبيبي النهارده اتعلم بجد. خلاص؟ وتعالى اقول لك النهارده يعني اختم بنصيحه. فوق راسنا الصحه تاج، وبالوقايه مش هنحتاج ندور على العلاج. ربنا يحفظك يا تايم، وانا النهارده استمتعت، الوقت كان صغير ولكن قعدتك جنبي كلها بهجه وانا مبسوطه بيك. ربنا يحفظك يا رب، وان شاء الله تيجي كتير وتكون معايا وتكلمني بقى عن اللي جاي بكره في احلامك باذن الله. بشكر حبيبي تايم وبشكر كل كتاكيت صغيرين، واستنونا ان شاء الله في نفس الميعاد كل اسبوع مع ماما حنان وكتكوتها الغلبان. اشكركم والى اللقاء، مع السلامه.